جايين منها القمح نرد الجميل لبطل أثر في مصر كلها، بطل ضحى بعمره من أجل الوطن، جايين نزور أسرته، زوجته وأبنائه علشان نقول لهم إن البطل أحمد منسي الشهيد الأسطوري هيفضل عايش جوانا. كان أهلاوي صميم ومشجع جيد للأهلي وبيعشق النادي الأهلي، على قد ما هو شخصية قوية وقيادية، في ناس متخيلة إنه كان صارم وقاسي، ولكن لا بالعكس، هو كان دمه خفيف جدا. كان بيجامل الناس كلها، ما رضاش يزعل حد. طبعا. ليك رسالة وكلام، قلت له إيه؟ بقول له اطمن على مصر، سبحان الله هي الكلمة طلعت كده. المنسي عمره ما هيتنسي، شكرا لبطل أثر في الناس كلها، ضحى بعمره من أجل الوطن، جينا النهاردة نرد ولو جزء بسيط من الجميل. رد الجميل غداً الساعة 5 مساءً. الأهلاوي مش هيسيبنا.